يتعلم الذكور والإناث في فرقة الكشافة الأفغانية طرق التعرف على الألغام في بلد مزقته الحروب، وهم مصرون على البقاء في هذه الحركة رغم مخاطر الانتساب إليها. ويقع عشرات الأشخاص شهرياً ضحايا لهذه الألغام، منهم من يقتلون، منهم من يفقدون أطرافهم، ومعظمهم من الأطفال الفضوليين الذين يحسبون أن هذه الأجسام المتفجرة القاتلة ألعاب. عندما نتعلم عن الألغام يصبح بإمكاننا إنقاذ أرواحنا وأرواح الآخرين. يمارس الكشافون الأفغان على غرار زملائهم في كل أنحاء العالم ألعاباً جماعية، ويتعلمون أصول الإنقاذ ويمارسون بعض المهام الخارجية، لكن نقص الأموال والاضطرابات الأمنية تجعل من التخييم والرحلات البعيدة أموراً محفوفة بالمخاطر. عمي فقد رجله بسبب الألغام، لهذا السبب أريد أن أتعلم عن الألغام. وفي بلد يعاني من إرث عقود من الحروب وتنتشر فيه المخدرات بشكل كبير، تشكل فرق الكشافة بيئة سليمة للفتيان، وتقدم الكشافة للفتيات في أفغانستان بيئة مناسبة أيضاً للانخراط في المجتمع، وهن يشكلن 40% من عديد الكشافة الأفغانية.